بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم أسماء الجازوي. هنحكي لكم في الكورس هذا عن الأدابتيشن. هنحكي في البداية عن بعض المفاهيم البسيطة باش نفهموا الأدابتيشن ونبسطوا فكرة الأدابتيشن وكيف الخلية تكيف مع الوضع الغير طبيعي أو التغير في الوضع الطبيعي نورمالي، سواء كان الخلية أو جسم الإنسان. نحن ناس نعيش في وضع معين، فعندنا في الانفايرمنت، البيئة اللي تعيش فيها الخلية أو يعيش فيها الإنسان، عندنا physical environments أو عوامل فيزيائية تعيش فيهن الخلية، also عندنا chemical environments، يعني عندنا مواد كيميائية تعرض لها الخلية. الخلية أو الجسم محتاج أنه يعرف كيف يتكيف مع الفيزيكال انفايرمنت والكيميكال انفايرمنت. اولسو باش نعيش ضروري يكون في نيوتريانت، اللي هنا كيف الجلوكوز، اولسو يكون في اكسجين. فالخليه لو صار في تغير في الفيزيكال انفايرمنت، الكيميكال انفايرمنت، او في الاكسجين او في النيوتريانت، ضروري تتاقلم او تتكيف مع الوضع الجديد. بشنو هن الممكن يكون الفيزيكال انفايرمنت اللي تعرض لهن الخليه؟ هن البريشر والتمبريتشر، سواء زياده التمبريتشر او نقص التمبريتشر هتاثر على الخليه، هنحكوا عليها اكثر في السيل انجري. بالنسبه للكيميكال انفايرمنت، خليه موجوده في بي اتش معين، اولسو في ايونز معينات بتركيز معين ضروري يحافظ عليهن الجسم، فهنا في هوميوستاسيس، فسيولوجيكال هوميوستاسيس نورمالي موجود. اولسو لو تعرضت الخليه لدراجز او مواد ضاره هتتغير الخليه، ممكن تخش في سيل انجري. فالادابتيشن هي المرحله اللي تسبق السيل انجري. السيل انجري يعني حدوث خلل او ضرر في الخليه نتيجه تعرضها لاي تغير في الوضع الطبيعي، سواء كان فيزيكال، كيميكال، نقص في الأكسجين أو نقص في النيوتريانت أو زيادة في النيوتريانت. كيف ما نعرفوا كيف الديابيتس ميليتس عندهم زيادة في السكر مثلا، أو الأثيروسكليروسس ديزيز هنحكوا عليه في السي في اس، هيكون عندهم زيادة في ترسب الدهون في الأوعية الدموية. فهنا عندنا الأدابتيشن كبداية هو تغير في الوضع الطبيعي، والتغير هذا سواء كان زيادة أو نقص أو تغير في نوع ستريس. هنا نقوله على التغير في الوضع الطبيعي ستريس. لو زاد ستريس أو نقص ستريس أو تغير ستريس من نوع إلى نوع آخر، وقتها هنا هيصير الأدابتيشن. هنحكو توا بالتفصيل عن الأدابتيشن وشنو أنواع الأدابتيشن أو types of adaptation. كيف ما حكينا، قلنا الخلية موجودة في environment والإنسان، باش نبسطوا المفهوم، الإنسان also موجود في environment، ضروري البيئة هذه تكون مناسبة له باش يعيش. فهنا الخلية موجودة في environment معينة، لو تغيرت الانفايرمنت هذه، لو صار في change في الانفايرمنت، هنا هيصير في reversible change في السيلز، ضروري الخلية تكيف وتغير من روحها على حسب التغير اللي صار في الانفايرمنت. فالأدابتيشن يعتبر تغير مؤقت، يعني لو ردت الانفايرمنت طبيعية وقتها الخلية هترد لوضعها الطبيعي. فهنا ضروري نفهمه ان الأدابتيشن يعتبر ريفيرسبل. فهنا قلنا على الأدابتيشن انه ريفيرسبل، وهذه معلومة مهمة بكل، لان لو شلنا ستريس، قلنا ستريس ان الوضع الطبيعي اللي موجودة فيه الخلية صار فيه تغير، سواء كان التغير هذا طبيعي فيسيولوجيكال او كان باثولوجيكال، وهنعرف أمثلة عن الفيسيولوجيكال والباثولوجيكال. فلو صار فيه تغير في الوضع الموجودة فيه الخلية، لو شلنا التغير هذا وردينا الخلية لوضعها الطبيعي، نقدر نعكس التغير هذا وترد الخلية كيف شكلها ما قبل التغير. عندنا مثال هنا بسيط يبين التو تايبز من الادابتيشن، اللي هو فيسيولوجيكال وباثولوجيكال، هنحكوا بالتفصيل عليهن. عندنا اليوترس، اليوترس لو تعرض لزياده الاستروجين هيصير فيه حاجه اسمها هايبر بلايزيا، وبلايزيا تعني جروث، وهايبر تعني زياده، فهنا في زياده في الجروث، يعني زياده في عدد الخلايا، او يصير فيه هايبرتروفي، والهايبرتروفي هنا زيادة في حجم الخلية، يعني هنا زيادة في النمبر، عدد الخلايا هيزيد، وهنا حجم الخلية هيزيد، يعني الخلية هي قد حجمها أكبر. فهنا تعرض اليوترس الاستروجين زايد هيؤدي إلى هايبربليزيا وهايبرتروفي. به الاستروجين هذا على حسب مصدره، لو كان الاستروجين هذا جاي من البريجنانسي، وجود فيتس ان ذا يوترس، هيؤدي الى زياده في مستوى الاستروجين، تمام؟ فلو كان مصدر الاستروجين طبيعي، وقتها نقوله على التغير هذا او الادابتيشن فيسيولوجيكال ادابتيشن.
باهي لو كان مصدر الاستروجين تيومر على سبيل المثال، يعني هنا ماس، في ماس هي اللي تطلع في الهرمون هذا والماس هذه غير طبيعية، وقتها هنا نقول عليه باثولوجيكال على سبيل المثال أدرينال تيومر أو أوفيريان تيومر. هنعرفوا بعدين في كورس الفيميل شنو هن التيومرز اللي طلعن في استروجين. فهنا حسب مصدر الاستروجين لو كان فيسيولوجيكال كيف البريجنانسي وقتها هيكون طبيعي، وبعد ينتهي الحمل هنا الرحم هيرد الوضع الطبيعي، هيصير له انفوليوشن. لو كان باثولوجيكال، لو شلنا الماس هذه الرحم هيرد الوضع الطبيعي. فهنا معنى ان الادابتيشن تعتبر ريفرسبل سواء كانت فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. هنبدأ تو نحكو عن types of adaptation، شنو هن أنواع الادابتيشن أو كيف ممكن تتغير الخلية على حسب تغير استرس. نتخيلوا ان في خلية كان وصلها كمية مناسبة من نيوتريانت. لو النيوتريانت أو البلد سبلاي اللي يوصل في النيوتريانت والأكسجين صار في نقص، وقتها الخلية تبي تتأقلم مع بيئة جديدة مش وصلها فيها نيوتريانت كويس أو أكسجين كويس، فهنا الخلية تبي تقلل من احتياجها للنيوتريانت والأكسجين، فوقتها تقلل من المحتويات اللي داخلها وينقص حجمها، وهذا نقوله عليه أتروفي. فهنا كيف ما واضح عندنا ان الخلايا هنا كان حجمها طبيعي صار في شرينكج او نقص في حجم الخلايا، هذا نسموه في اتروفي. ثاني نوع من الادابتيشن اسمه هايبرتروفي، والهايبرتروفي عكس الاتروفي. تروفي تعني نورشمنت، وهذه نسينا نقولوها، كلمه تروفي تعني نورشمنت اللي هي التغذيه، والتغذيه هنا مش مقصود بها فقط النيوتريانت والاكسجين، اولسو وجود الهرمونز لحفزا في الخليه او وجود الاسيتايل كولين على سبيل المثال هي نيورو ترانسميتر، هذين كلهم يعتبران نورشمنت اي تغذيه للخليه. فالاتروفي يعني اي تساوي الابسنت، absent of nourishment معناها ما فيش تغذية واصلة للخلية. الهايبرتروفي الهايبر تعني زيادة، فهنا في تغذية زيادة جاية للخلية، فحجم الخلية هنا هيزيد على عكس الاتروفي. بالنسبة للهايبر بليزيا، هايبر قلنا زيادة، بليزيا تعني growth، وهنا زيادة الgrowth معناها زيادة في عدد الخلايا number of cells، فهنا عدد الخلايا زاد. أما الميتا بليزيا، ميتا تعني transformation، transformation يعني تغير change في نوع الخلايا، فالميتا بليزيا تغير في نوع الgrowth، فهنا الخلايا هيختلف نوعها. مثلا على سبيل المثال تحول الخلايا من الكولومينار إبيثيليوم إلى السكويماس إبيثيليوم. أما الديسبليزيا هو خامس نوع من أنواع الادابتيشن. الدس هنا تعني disorganized أو abnormal أو bad، فهنا عندنا bad growth. كيف ما بين عندنا هنا أن الخلايا هنا ما فيهنش polarity، فهنا في loss of polarity، وفي حاجة اسمها pleomorphism يعني الخلايا عندنا أشكال متعددة، pleomorphism، morphism تعني شكل pleo مختلفة. هنا الخلايا الخلايا اللي موجودة على البيس membrane ما ندروش نحدوهن، يعني الخلايا هنا فقدات التنظيم الطبيعي امتاحن. في شيء مهم جدا من الخصائص اللي يصيرن في الديسبليزيا ان حجم النوكلياس يكبر، فهنا النوكلياس تو سيتوبلازم ريشيو هيزيد، فمعناها السيتوبلازم هيكون اقل مقارنه بحجم الخليه او حجم النوكلياس اولسو تركيز الكروماتين او الهايبر كروماتيزيا هنا هتصير، يعني لون الخليه هنا تحت الميكروسكوب هيكون ازرق او مور بلو. كيف ما هنحكو في باقي المحاضره ان الميتابليزيا تصير في الإبيثيليوم وممكن تصير في الميزينكايمال، وهنا نتطرق لأنواع البادي تيشيو. فالبادي تيشيو عندنا يا إبيثيليال تيشيو يا ميزينكايمال تيشيو. الإبيثيليال تيشيو هي النورمال إبيثيليوم اللي هي كيف السكويموس إبيثيليوم، كولومينال إبيثيليوم، والميزينكايمال تيشيو كيف الكونكتيف تيشيو مثلاً البلد، الفات، الليمفاتيك، الماسكولار والنيرفس، فهذين كلهن يعتبران الميزينكايمال تيشيو. أغلب أنواع الأدابتيشن يصيراً ممكن يا في الإبيثيليوم يا في الميزينكايمال تيشيو ما عدا الديسبليزيا. غالباً هنا الديسبليزيا هي عبارة عن تغير في الإبيثيليال سيلز، فعشان هيكي مور كومن إن الكانسر يطلع من الإبيثيليال سيل. وهنا نحكو إن الديسبليزيا تعتبر بري مالجنانت، يعني هي اللي تسبق لبريكيرسر ممكن تتحول إلى مالجنانت. فهنا الديسبليزيا أو الديسبلاستيك سيل
وجود ديسبلاستكس اللي يدل على خطورة ان الخلايا هذين ممكن يتحولن المالجنانت سيل. المالجنانت سيل اللي يميزهن نفس الخصائص بالضبط متاع الديسبليزيا، ان حجم النوكليس هيزيد، انه هيكون في هايبر كروماتيزيا، انه في بليومورفزم. لكن اللي يفرق بس بين الديسبليزيا والمالجنانت ترانسفورميشن، او ان تحول الديسبليزيا الى مالجنانت، هنا ان البيسمنت ممبرين هيصير فيها مشكلة. يعني هنا الخلايا معشية جدا قعدت فوق البيسمنت ممبرين، هيخترقن ويديرن انفيجن، حاجة اسمها انفيجن وهنحكو عليها بالتفصيل في نيوبليزيا. لكن ضروري نفهمه ان في فرق بين البري مالجنانت ليجن والمالجنانت ليجن، واللي هو الانفيجن. ان البيسمنت ممبرين هنا موجودة وطبيعية، لكن في حالة المالجنانت هيصير في انفيجن، هنلقو في خلايا ديسبلاستيك تحت البيسمنت ممبرين. بالنسبة للديسبليزيا، الديسبليزيا في قبلها حاجتين قلنا عليهم، اللي هن الهايبربليزيا والميتابليزيا. الهايبربليزيا والميتابليزيا لو صار فيهن disorganized في الجروث متاحن هيعطنا الميتابليزيا. فهنا الهايبربليزيا والميتابليزيا في هاي ريسك انهن يعطنا ديسبليزيا، وهذين كلهن يعتبران بري مالجنانت ليجن. لان لو تحولت الهايبربليزيا الى ديسبليزيا قلنا لو صار انفيجن خلاص قعد مالجنانت، فهذين كلهن نعتبروا فيهن البري مالجنانت ليجنز. اخر نوع من الادابتيشن ومش هنحكوا عليه فقط هنا هنعرجوا عليه، اللي هو الاب اند داون ريجوليشن اوف ريسبتور، وكده مر عليكم من الفيسيولوجي. لو كان في زياده في الكيميكال ماسنجر هيصير داون ريجوليشن، مثلا زياده في هرمون معين، الخلايا اللي عليهن الريسبتور هي او يديرن داون ريجوليشن للريسبتور هذا. لو كان في نقص في الكيميكال ماسنجر، وقت الخلايا بني يزيدا او يحصلا اي وجود للكيميكال ماسنجر اللي موجود في البلد ويزيدا في عدد الريسبتور بيش يصير تحفيز للخليه. فهنا الاب ريجوليشن والداون ريجوليشن ريسبتور يعتبر نوع من انواع الادابتيشن. فهنا كمراجعه سريعه كم عندنا نوع من انواع الادابتيشن؟ عندنا 6 انواع. الاتروفي قلنا اتروفي ابسنت اوف نورشمنت، فهنا الخلايا هي ينقص الحجم متاعهن. هايبرتروفي قلنا هنا هايبر زياده في النورشمنت فهيزيد حجم الخلايا. هايبربليزيا قلنا زياده في الجروث فعدد الخلايا هيزيد. الميتابليزيا قلنا ميتا تعني تغير من نوع الى نوع، فهنا نوع الخلايا مثلا تحول من كولومينر الى سكويموس ابيثيليوم. الديسبليزيا هنا قلنا ديس اورجانايزد جروث، فهنا الخلايا شكلهن بليومورفزم، قلنا بليو تعني متعدده الاشكال، او البليومورفزم تعني متعدده الاشكال. اخر نوع من انواع الادابتيشن هو الاب اند داون ريجوليشن اوف ريسبتور. قلنا من هن البري مالجنانت ليجن، اللي هن الهايبربليزيا، الميتابليزيا والديسبليزيا. وكيف ما عرفنا من بدري ان كلهن يعتبران ريفرسبل، يعني كل انواع الادابتيشن هذين لو درنا ريموف الستريس فهنا هيرد الوضع طبيعي وترد الخليه لشكلها الطبيعي. فحتى لو اعتبرناها بري مالجنانت، لكن بمجرد ان درنا ريموف الستريس مثلا انفكشن او كان في هرمون زايد، بمجرد ان درنا ريموف شلنا الشيء اللي دار الادابتيشن او انواع الادابتيشن هذين هيرد كل شيء للوضع الطبيعي. قلنا عندنا تايبس اوف بادي تيشيو، عندنا ابيثيليال يا ميزينكايمال تيشيو، والكانسرز اللي يطلع من الابيثيليال تيشيو نقول عليهم كارسينوما، والكانسرز اللي يطلع من الميزنكايمال تيشيو نقول عليهم ساركوما. ساركوما كيف ما عرفنا؟ قلنا الديسبليزيا تعتبر او تطلع من الابيثيليال تيشيو، فالكارسينوما مور كومن ذان ساركوما، لان قلنا الديسبليزيا ما تصيرش في الميزنكايمال تيشيو، فالابيثيليال تيشيو يطلع منه كانسر اكثر من الميزنكايمال تيشيو. فعشان هيك الكارسينوما كيف ما نحكوا عليها في نيوبليزيا اكثر شيوعا من الساركوما. نجو هنا مراجعة سريعة، قلنا هنا الخلايا في وضعهن الطبيعي، لو صار تغير في ستريس فهنا هيتغير عدد الخلايا أو حجمهن. فالهايبربليزيا زيادة في العدد، الهايبرتروفي زيادة في الحجم، والآتروفي نقص في الحجم ونقص في العدد. بالنسبة للميتابليزيا تغير النوع الخلية كيف ما هنا واضح، رسمة تبسط فكرة تغير نوع الخلية. والديسبليزيا هنا شايفين أشكال مختلفة اللي هي البليومورفزم. وهنا أجين بشتثبت الفكرة، الهايبرتروفي زيادة في حجم الخلية، الآتروفي نقص، هايبربليزيا زيادة في النمبر، هنا الميتابليزيا تغير في الشكل، والديسبليزيا كيف ما شايفين إن الخلية النوكليس متاحة حجمها كبير. تو نحكو على كل نوع من أنواع الأدابتيشن بالتفصيل. أول شيء هنبدو به هو الآتروفي. قلنا A absent of nourishment يعني غياب للتغذية للخلية هذه، فالخلية هذه هيصير فيها shrinkage، نقص في حجم الخلية.
كيف ينقص حجم الخلية؟ ينقص حجم الخلية عن طريق نقص الكومبوننت محتويات الخلية الأورجانيلز والبروتينز اللي داخل الخلية. فهنا شن هيصير؟ عندنا تو ميكانيزم للأتروفي، إنه يصير فيه نقص في تصنيع البروتينز، يعني الخلية هذه مش وصلها تغذية، فمش هتقدر لأن مش وصلها أمينو أسيد، فمش هتقدر تصنع بروتين، فهنا ينقص تصنيع البروتين. أوسو هيزيد تكسير البروتين داخل الخلية، لأن الخلية توا ما هيش بحاجة لبروتين، هي بحاجة إنها تحافظ على روحها وما يصيرش فيها سيل انجري أو ما يستوصلش للدث. فهنا الخلية هتنقص أو تزيد البروتين ديجريديشن. عندنا تو ميكانيزم ان الخليه تزيد بيه البروتين ديجريديشن، في حاجه اسمها اوتوفاجي وفي حاجه اسمها يوبيكويتن بروتيوزوم باثوي. يوبيكويتن بروتيوزوم باثوي باش نبسطوا فكرته، هنا تخيلوا عندنا بروتين وعندنا حاجه اسمها بروتيوزوم. البروتيوزوم كانها حاويه، الحاويه هذه يتم فيها تكسير البروتين. تجي اليوبيكويتن هي عباره عن بروتينات ترتبط عن طريق اي تي بي بالبروتين هذا، واليوبيكويتن تعتبر كأنها التاج تدير في إشارة وتقول للبروتيوزوم راها البروتين هذا أنانب بينكسرة، فيخش هنا البروتين داخل البروتيوزوم مرتبط باليوبيكويتن، بس اليوبيكويتن هيطلع طبيعي لأنه يستمر في العمل متاعه. فهنا البروتين هيخش هنا ويطلع على شكل أمينو أسيد تبدأ تستخدم فيه هنا الخلية. فهنا كيف صار الديجريديشن؟ إنه اليوبيكويتن دار تاج أو دار إشارة ارتبط بالبروتين، البروتين خش في داخل البروتيوزوم وطلع على شكل أمينو أسيد. أما بالنسبة الثاني باثوي اللي هو الأوتوفاجي أو نسموه أو نقوله عليه اللايزوزومال باثوي، لايزوزومال باثوي، هنا هتتكون حاجة اسمها أوتوفاجيك فاكيول، يعني الأورجان اللي داخل الخلية هيخش داخل أوتوفاجيك فاكيول. الأوتوفاجيك فاكيول هيرتبط باللايزوزوم، واللايزوزوم هيكون فاجولايزوزوم، هنا هيتم تكسير عن طريق الهيدروليتك انزيم، هيتم تكسير الأورجانيل هذا. بعد ما يتم تكسير الأورجانيل عندنا مجموعة من الكومبوننت اللي يركب أصلا الأورجانيل، اللي هنا عبارة عن فري أمينو أسيد، كربوهيدرات، and فوسفوليبيد، ليبيد اتسترا. هذين كلهم تستخدمهن الخلية بعد كسرة الأورجانيل باش تصنع ATP، فهنا هيتم استهلاكهن باش نصنعه أو باش الخلية تحصل على انرجي. في بعض الأجزاء أو بعض الأورجانيل ما يتمش تكسيرهن بشكل كامل، وهنا الخلية نتيجة الأتروفي وحدوث تغير في النيوترينت أو في حدوث تغير في حجم الخلية هيقعد فيها also بعض الدبرس أو بعض الأكوميليشن نقول عليها residual bodies. residual body هن عبارة عن indigestible part، يعني أجزاء لم يتم هضمها. هتجمع الأجزاء هذين ومع الوقت يعني الإنسان الكبير في العمر هيكون عنده كمية أكبر من residual body، اللي هنا هيقدر اسمهن brown pigment أو نقول عليه lipofuscin. فهنا التو اوتكم اللي يصير عن طريق الاوتوفاجي ان نكسروا الاورجانيل ويعطينا كومبوننت نستخدموهم باش نصنعوا اي تي بي، او ان لو جزء من الاورجانيل ما تمش هضمه يكون الريزيدوال بادي. تجمع الريزيدوال بادي هيعطينا براون بيجمنت، يعني الخليه في داخلها يكون عندنا بيجمنتيشن لونهن براون. هنا نتخيلوا خليه فهيكون فيها بيجمنتيشن لونهن براون، نطلقوا عليهن اسم lipofuscin. ولأن الأشخاص الكبار في العمر هيتعرضوا للستريس أكثر من الأشخاص الصغار في العمر، فهيكون عندهم lipofuscin أو البراون بيجمنت أكثر من الأشخاص الصغار. في بعض المعلومات المهمة اللي ضروري نعرفوهن، إن الأتروفي ما هوش خلية ميتة، أو الأتروفايد سيل is not dead cell، لأن الخلية هنا فقط صغر حجمها. لكن لو استمر ستريس، في حالة استمرار ستريس أو استمرار نقص النيوترينت أو النورشمنت على الخلية هذه، وقتها الخلية هيصير فيها أبابتوسس. شنو هو الأبابتوسس؟ هنحكو عليه بالتفصيل في السيل إنجري، لكن الأبابتوسس هو عبارة عن بروجرامد سيل ديث، يعني الخلية هنا تبدأ تقتل في روحها أو تبرمج روحها باش تبدأ في عملية الدث. هنا الخلية صار فيها أتروفي، في حال استمر استرس هنا هتبدأ تكون الخلية، يبدأ يصير فيها أبابتوسس، هتبدأ تكون الأبابتوتيك باديز. وهنا في ميكانيزم معين يصير به الأبابتوسس عن طريق إنزيمز معينة اسمها الكاسكيد، وفي أكثر من باثوي ينشط الأبابتوسس هنحكو عليهم بالتفصيل في السيل إنجري. لكن هنا لو الأتروفايد سيل، لو السيل إنجري لو الأتروفايد سيل أو ستريس استمر على الأتروفايد سيل، وقت الأتروفايد سيل هتقرر إنها تموت، فهذا نقول عليه programmed
programmed programmed cell death. شنو هن أسباب الأتروفي؟ قلنا الخلية في عوامل مهمة ضروري، أو الانفايرمنت نتاعها ضروري يكون فيها نيوتريانت، ضروري يكون فيها أكسجين، ضروري يكون فيها هرمونز، ضروري أولسو يكون فيها بعض الكيميكال كيف الأسيتايل كولين أو نيورو ترانسميتر. هذين كلين يحفزن في الخلايا باش الخلايا يحافظن على حجمن ويحافظن على الاي تي بي اللي تصنعن فيهن. فهنا أسباب أو causes of atrophy عندنا اثنين، يا السل هذه أو الأورجان هنا ما عادش يدير في الفانكشن نتاعها. تخيلوا شخص يتدرب أو يدير في exercise وقتها المسلز نتاعته يزيد الحجم نتاعها، وهذا اسمه hypertrophy. العكس يصير لو الشخص هذا وقف يستخدم العضلات نتاعه، أو كان الشخص هذا مثلا bedridden، شخص ما يتحركش، فوقتها العضلات هيصير فيه حاجة اسمها الضمور اللي هو الأتروفي. فالعضلات هنا هينقص حجمهن. ليش؟ لأن العضل اللي ما تتحركش مش هيوصلها نيرف سبلاي كويس، لأنها مش قادرة تدير في جهد، فمش هيوصلها أسيتايل كولين، فالخلية هنا أو العضلة هتنقص من حجمها لأنها ما تستخدمش. جسمنا ذكي، الجزء اللي ما نستخدموش فيه مش هيعطيه انرجي أو مش هيوصل له نيوتريانت بالشكل الكافي، فهيبدأ يصير فيه ضمور أو أتروفي. Also ثاني سبب ان هنا الاورجان او الجلة، او ثاني مثال على ان الاورجان ما عادش يدير في الفانكشن بتاعه، لو صار في اصلا كات في النيرف سبلاي اللي وصل للمصل، فالمصل هنا ما فيش شيء يحفز فيها، لان ضروري يكون في موتور اندبليت وضروري يكون في اسيتايل كولين باش المصل تتحفز وتبدا تدير في الورك بتاعها او الفانكشن بتاعها. فالتو اكزامبلز عن سيل اتروفي في المصل مهمه جدا، لان هنا المصل ما عادش يدير في فانكشن، سواء عن طريق ان الشخص هذا ما عادش يتحرك immobilized limb، أو عن طريق النيرف injury. ثاني سبب للأتروفي ومهم جدا إن الريكوايرمنتس، الخلية باش تكبر تبي متطلبات، اللي هنا قلنا نيوتريانت. ففي حالة starvation اللي هو شخص قاعد في بور نيوتريانت أو مش قاعد ياخذ في نيوتريانت أصلا، خاش في starvation، فوقت العضلات أو الجسم بالكامل هيصير فيه أتروفي، لأنه يبي يحافظ بقدر الإمكان على الإنرجي أو كمية الاي تي بي القليلة اللي قاعد يحصل فيها، فوقتها هنا الخلايا كلهن هيصير فيهن ضمور. هذا نقول عليه generalized atrophy، هنحكوا عليهم بالتفصيل two types localized generalized atrophy. Also لو الأورجان مش واصلة أكسجين أو صاير في إسكيميا، هنا نتخيلوا على سبيل المثال الكيدني. تخيلوا أن الكيدني هذه الأرتري متاحة، سوري، هنا تخيلوا الكيدني، تخيلوا أن الأرتري صاير في استينوسز، يعني مش واصل هنا للكيدني هذه كمية أكسجين كويسة، هذه اسمها إسكيميا. فلما يوصلش أكسجين للكيدني هذه، هنا الكيدني هتبدأ تصغر في الحجم، فهذه اسمها أتروفي عن طريق نقص الأكسجين اللي هو الإسكيميا. إسكيميا. أوصل قلنا من المحفزات المهمة جدا للخلية هن الهورمونز. فعلى سبيل المثال هنا تخيلوا عندنا الثيرويد جلاند، لو ما عاش وصلها ثيرويد ستيمولاتينج هورمون، ومن اسمه ستيمولاتينج معناها يحفز في الجلاند إنها تستمر في النمو، ويحفز في البلد سبلاي إنه يزيد. فهنا لو نقص thyroid stimulating hormone وقتها حجم الثيرويد مثلا يصير في atrophy، فهنا نقص الهرمون اللي يحفز في organ معين هيؤدي الى نقص او atrophy في الorgan هذا. فالكوزز كيف ما حكينا، عندنا يا نقص في الفانكشن يا نقص في الريكوايرمنت. نجو توالي classification of atrophy. قلنا اغلب الادابتيشن فيه منه نوع physiological ونوع pathological. بالنسبة للفسيولوجيكال أتروفي، في بعض الأمثلة على الأتروفي اللي طبيعي يصير وكل الأشخاص يصير فيهم الأتروفي هذا فيعتبر فسيولوجيكال، كيف الأتروفي of ductus arteriosus after birth. شنو هي الductus arteriosus؟ بين الأورتا والبلمونري أرتري، بلمونري أرتري في الإمبريولوجي أو في الفيتس في ducts، في duct اسمها ductus arteriosus. ductus arteriosus. الدكت هذه بعد الولادة هيصير فيها كلوجر، تتسكر وتتحول إلى ligamentum arteriosum، فهنا صار فيها atrophy. الخلايا اللي كان يكونن في الدكت هذين صار فيهن atrophy وحل مكانهن ligament أو fibrous band. شن كانت وظيفة الدكت هذه قبل الولادة؟ لأن اللونج collapsed أو فيها amniotic fluid فقط، يعني مش
ما يخش لهاش اكسجين في الفيتاس، فهنا في ضغط عالي، فالبلد اللي جاي من الرايت سايد هيخش للبلمونري ارتري ومنها يرد على الاورتا، لان عندنا سيستميك سيركوليشن فقط في الفيتاس. فهذه هي وظيفه الدكتس ارتريوزس. لكن بعد الولاده لان اللانج فيه سيرفاكتنت وهي انفتح ويبدا ياخذ البيبي هذا وياخذ فيه اكسجين، فهنا الدكت ما عادش لها اي وظيفه، فالمفترض انها تتسكر ويصير فيها اتروفي. فهذا اول مثال على الاتروفي الفسيولوجيكال اللي هو اتروفي اوف دكتس ارتريوزس، هتتحول الى لجامنتم ارتريوزم. اوصو من الامثله الفسيولوجيكال اللي يصير هنا الاتروفي اوف جوناد مع العمر، لان الجوناد هنا لان الهرمون هيتاثر مع العمر وهينقصن، هيصير في اتروفي مثلا في الاوفري وفي التستس. اوصو الاتروفي اوف ثايمس، ثايمس جلاند عندها وظيفة معينة هي إن يتم فيها تدريب التي سيل. تي سيل بعد يطلعن من البون مارو، تصنحن البون مارو، يتم التدريب متاحن بش يطلعن للليمف نود السكندري ليمف نود في الثايمس. فالثايمس أنا عندها أيج معين بعدها يصير فيه أتروفي، لأن ما عاش عندها وظيفة، لأن التي سيل اللي تدربن هنا عدن الأنذر سايت كيف السكندري ليمف نود. اما بخصوص الباثولوجيكال اتروفي فعندنا سيستميك ولوكالايزد. سيستميك المقصود ان كل الجسم يصير فيه اتروفي، وهنا نتخيلوا ان شخص مثلا قاعد في جزيره وانقطع عليه لوكال او كميه لوكال اللي عنده بسيطه جدا، فالجسم هنا يبي يحافظ على روحه او بيقلل او يرشد استهلاك الطاقة أو الانرجي، فهنا يبي يستهلك بحكمة، فهيبدأ يستهلك في روحه، فيبدأ يأكل أو يكسف البروتينز كيف ما حكينا إنه ينقص تصنيع البروتينز وهيزيد تكسير البروتينز الموجودة already، فهنا generalized atrophy يصير في حالة starvation. أما localized atrophy حكينا على مثالي هو الإسكيميا، كيف ما تصير الإسكيميا في الكيدني عن طريق الستينوسز اللي مرات يصير في الرينال artery. فهنا عندنا لو الكيدني معاش وصلها blood supply أو أي organ معاش وصلها blood supply كويس، الارتري في شيء مسكر أو في narrowing، فوقتها الأورغن هنا هيبدأ يقلل في حجمه بيش يقلل أو بيش يتكيف مع كمية blood والأكسجين القليلة اللي وصلتها. أما بخصوص الديسيوز أتروفي هو قلنا نقص الفانكشن بدري حكينا عليه، المصل اللي ما تتحركش فهينقص الفانكشن أو معاش تأدي فانكشن، معاش يوصلها تحفيز عن طريق الأسيتايل كولين، فهنا المصل هيصير فيها أتروفي لأن جسمنا ذكي مش هيوصل إنرجي أو مش هيوصل نيوتريانت بكمية كبيرة، الأورغان مش قاعد يستخدم. اما بخصوص loss of innervation او نقول عليه neuropathic atrophy، هنا ان cut في النيرف سبلاي او نيرف انجري هيؤدي الى muscle atrophy also. النقطه ما قبل الاخيره اللي هي loss of hormones، لو organ معين او gland معينه معاش وصلها الهرمون اللي يحفز فيها فهيصير فيها atrophy. على سبيل المثال عندنا البيتوتري جلاند والانتيريور بيتوتري جلاند تطلع في مجموعه من الهرمونز. في بعض الامراض اللي يصيران في الانتيريور بيتوتري جلاند كيف الشيهان سندروم. الشيهان سندروم هو عباره عن سندروم يصير بعد الولاده، نقول عليه بوست بارتم. اذا كانت الفيميل هذه تعرضت النزيف بعد الولادة بوست بارتم هيموريج فهيصير في انفاركشن في الانتيريور بيتوتري، فهينقص مثلا الثيرويد ستيمولاتينج هرمون، ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، والاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين. فكل الهرمونز هذين لما ينقصن هيديرن اتروفي، مثلا الاف اس اتش والال اتش هينقصن فيصير في اتروفي في الاوفريز، التي اس اتش ينقص فيصير في اتروفي في الثايرويد جلاند، ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون ينقص فيصير في اتروفي في الادرينال جلاند. في نوع اخر من الديسيوز اتروفي ما حكيناش عليه، حكينا على المسل ويستنج، لكن تخيلوا معايا اورجان يصنع فيه انزيمز او يصنع فيه اي شيء الدكت متاعه صار فيها obstruction، فهنا الاورجان لان ما عاش في مجال انه يصنع كميه كبيره لان الدكت مسكره، فيبدا يصير في نقص في حجم الاورجان، وهذا يصير في حاله الobstruction في البنكرياتيك دكت. اخر نوع من انواع اللوكالايزد اتروفي هو البريشر اتروفي. البريشر اتروفي هنا يصير نتيجه وجود ماس او سيست أو dilation في artery أدى إلى ضغط على البون المجاورة له، فهنا نتخيلوا البرين. البرين عندنا طب layers أو طبقات اسمهن المينينجيز، فلو صار في أو طلع من المينينجيز هذين تيومر اسمه مينينجيوما، من
المينينجيومه هنا هتضغط على السكال لان تحت السكال في المينينجيز، فالمينينجيومه هنا هتدير في اتروفي في السكال. ثاني مثال عندنا عن البريشر اتروفي، اتروفي اللي يصير نتيجه حاجه اسمها انيوريزم، والانيوريزم هنحكوا عليها في السي في اس بالتفصيل. انيوريزم هو عباره عن دايليتيشن، هنتخيلوا معانا بلود فيسل او الاورتا صار فيه ضعف في جزء من الجدار، فالجدار هذا اللي صار فيه ضعف صار فيه بالجينج يعني طلعت منه كيف الماس، فهذا نقول عليه انيوريزم بسبب ويكنس يعني ضعف في جدار الشريان اللي هو الأورتا. فهنا الانيوريزم هذا هيضغط على سبيل المثال ستيرنام فهيدير فيها بريشر اتروفي. هنحكو توا مراجعة سريعة عن الكلاسيفيكيشن اوف اتروفي. قلنا عندنا فيسيولوجيكال اتروفي وباثولوجيكال اتروفي. فيسيولوجيكال على سبيل المثال الاتروفي اوف داكتس ارتريوزاس، اتروفي اوف جونادز ان اولد ايج، والاتروفي اوف ثايمس. بالنسبة للباثولوجيكال قلنا عندنا تقسيمتين سيستميك ولوكالايزد. السيستميك سهلة تبدا بالاس حتى هي كيف سيستميك ستارفيشن، فهنا هيكون في جنرالايزد اتروفي. بالنسبة للوكالايزد عندنا اسكيميا على سبيل المثال الرينال ارتستينوزز هيصير اتروفي في الكدني، الديسيوز اتروفي في حالة المسل ويستنج هنا بسبب الاموبلايزد لمب، او الابستراكشن اللي صاير في البنكرياتيك داكت هيؤدي الى اتروفي في البنكرياس. لوس اوف انرفيشن هنا لو صار في كات او نيرف انجري فهنا هيصير في مسل اتروفي. عن طريق شنو امثله اخرى ممكن يؤدن الى لوس اوف انرفيشن خطي الكات او النيرف انجري اللي هي موتور نيرون انجري، كيف فيروس اسمه البوليو فيروس هياثر على انتيرير هورن سيل فيؤدي الى لوس في الانرفيشن. loss of hormones وحكينا مثال الشيهان سندروم، والبريشر اتروفي عندنا مثال المينينجيوما هيصير في اتروفي في السكال، والانيوريزم اللي هو قلنا dilatation او توسع في الاورتا هيصير في اتروفي هنا في سترنا. تو نحكوا عن الهايبرتروفي. قلنا الهايبرتروفي هو عكس الاتروفي، فالاتروفي كان في شرينكج في حجم الخلايا، هنا في increasing in the size of the cell وبالتالي حجم الاورجان هيزيد. سبب هنا زيادة ستريس أو زيادة النورشمنت، لأن كلمة أتروفي قلنا عليها هي تعني نورشمنت، فزيادة التغذية أو زيادة ستريس على الخلية هيؤدي إلى زيادة حجمها. مثال بسيط جدا على الهايبرتروفي، تخيلوا أن شخص ياخذ في فات أو ياكل كمية كبيرة كربوهيدرات، هيتحول الكربوهيدرات هذا الفات، فيبدأ يتخزن الفات هذا في الأديبوز تيشيو أو الأديبوسايت، فهنا حجم الخلايا أو حجم الخلايا اللي يحتويان على فات هيزيد، فهذا مثال على الهايبرتروفي. أوكي، هذا يعتبر الفات قلنا بدري في two types للتشيو، epithelial tissue وmesenchymal tissue. فالهايبرتروفي اللي يصير في الفات يعتبر mesenchymal tissue، في الفات mesenchymal tissue يصير في هايبرتروفي عادي. also من الأمثلة المهمة جدا الفسيولوجيكال عن الهايبرتروفي هو زيادة حجم الخلايا متعات أو حجم العضلات skeletal muscle في حالة الover exercising، كيف البادي بيلدينج اللي يستمرنوا واجد فحجم الخلايا هنا هيزيد بسبب زيادة أسيتايل كولين وزيادة التحفيز أو الورك لود الزايد، هيأدي أوسو إلى زيادة البلد سبلاي اللي وصل للمسلز، فيزيد أوسو النيوتريانت ويزيد الأكسجين سبلاي، فهذا كله هيأدي إلى زيادة حجم العضلات، فهذا زيادة في الستريس. ستريس هنا لأن في اكسرسايزنج نوع من أنواع الستريس فيؤدي إلى زيادة حجم العضلة. also الهايبرتروفي اللي يصير في اليوترس في البريجنانسي، في اليوترس هنا يصير في two type، يصير هايبرتروفي وهايبربليزيا، ضروري تفرقوا أو ضروري تعرفوا كويس إن two type مختلفات. فالهايبربليزيا زيادة في العدد، مش شرط الاثنين أو وحدة من الأدابتيشن تصير وما تصيرش الأخرى، فهنا عادي two type من الأدابتيشن يصيران. ففي حالة اليوترس في البريجنانسي هيزيد حجم الخلايا بس also يزيد العدد متاحن، فهنا اثنين ما يتنافانش، ففي حالة اليوتراس هيصير فيه هايبرتروفي في نفس الوقت هيصير فيه هايبربليزيا. بسبب شنو؟ بسبب زيادة الهرمونز، بسبب زيادة الاستروجين. وبهيكي كملنا الأمثلة الفسيولوجيكال على الهايبرتروفي. نشوف توا الباثولوجيكال، في بعض الأمثلة المهمة واللي هنا تطرقوا لهن واجد على الهايبرتروفي الباثولوجيكال هايبرتروفي. على سبيل المثال هنا نتخيلوا هذا الهارت وهذا الأورتا، تخيلوا ان الضغط هنا الهايبرتنشن او البلد بريشر
او الشخص هذا كان عنده هايبرتنشن، يعني عنده ضغط عالي، هاي بي بي. وهنا عندنا العضله، هنا ليفت فنتريكل، ليفت فنتريكل، فكانت العضله هنا تواجه في ضغط عالي، فالعضله هذه كانها قاعده تدير في اكسرسايز، لانها قاعده تواجه في جهد عالي، تبي تقاومه، هي تبي تفتح. هنا عندنا الاورتيك، اورتيك فالف، فالعضله هنا عضله القلب تبي تزيد من الجهد متاعها باش تقدر تفتح الفالف اللي فوقها. هنا في ضغط عالي، والضغط هذا يعتبر ستريس، الضغط يعتبر ستريس. فهنا الهارت شنو هيدير؟ الهارت معلومة مهمة جدا، من العضلات سواء سكليتال مسل ولا الهارت، من العضلات اللي ما يقدرنش يزيدن النمبر متاحن، فهنا ما يقدرنش يديرن ديفيجن، يعني مش هينقسمن. فهنا العضلة الهارت ما عندش إلا حل واحد، إنه يزيد حجم الخلية فهيدير هايباتروفي، هايباتروفي. فهنا هيصير في تضخم في عضلة القلب، يعني هيصير في هايباتروفي، عمره ما يصير هايبربليزيا في الهارت. وهذه معلومة مهمة جدا وأساسية جدا وهتمشي معاكم، إن القلب also skeletal muscle also النيرفز عمرهن ما ينقسمن، ما يصيرش فيهن ديفيجن، نقول عليهن stable cell أو permanent cell، sorry نقول عليهن permanent cell، لأن الخلايا هذين ما ينقسمنش، نقول عليهن permanent. يعني بعد الولادة skeletal muscle النيرفز والهارت عمرهن ما ينقسمن، لكن حجم متاحن، حجم الخلية يزيد. كيف يزيد حجم الخلية؟ عن طريق زيادة الأورجانيلز. فهنا الخلية هذه لأنها وصلها تغذية عالية، أو لأنها تحت ستريس، أو لأنها تحت تحفيز للهورمونز، هتزيد الأورجانيلز اللي في داخلها فهيزيد حجمها. هتزيد المايوفايبرل خاصة في الهارت، لأن تبي العضلة متاحها تزيد قوتها بيش تقاوم الضغط العالي. فهنا المايوفايبرلز اللي هنا يديرن كونتراكشن هيزيدن. فهنا باش نبسطوا الفكرة، عندنا الهارت، عندنا right side و left side، هنا عندنا أورتا، وهنا عندنا بالموناري artery. سوري شوية، هنا عندنا البالموناري artery. فالليفت سايد هيضخ وين؟ في الأورتا. والضغط هنا لما يكون عالي نقول عليه systemic hypertension. أما الرايت سايد هيضخ وين؟ في البلمونري آرتري. والضغط اللي يكون عالي في البلمونري آرتري نقول عليه بلمونري hypertension. سواء كان الضغط عالي في الرايت سايد أو في الليفت سايد هيأدي إلى hypertrophy، hypertrophy، لأن الضغط العالي نوع من أنواع ستريس، وهو ستريس غير طبيعي، عشان كيلنا عليه باثولوجيكال. فهنا الفكرة نتمنى تكون وصلت. آخر مثال عندنا على الباثولوجيكال هايباتروفي هو الهايباتروفي اللي يصير في اليوترس also. فاليوترس ممكن يصير فيه باثولوجيكال وممكن يصير فيه فسيولوجيكال، على حسب هل الوضع الطبيعي هو اللي أدى إلى هايباتروفي أو لا. في البريجنانسي يعتبر حاجة فسيولوجيكال، فهنا صنفناه أو حطيناه تحت الفسيولوجيكال. أما وجود تيومر على سبيل المثال أوفاريان تيومر، يعني تيومر يطلع في استروجين بكميات عالية، فالاستروجين هنا هيحفز عضلات اليوترس، فهنا اليوترس هيتحفز هيزيد حجم العضلات، also هيزيد النمبر متاحن، فهذا يعتبر مثال على الباثولوجيكال هايباتروفي. آخر معلومة مهمة بنعرفوها على الهايباتروفي، هل تضخم مثلا عضلة القلب غير محدود، أو العضلة القلب هتستمر في التضخم إلى ما لا نهاية؟ لا. ليش مش هتقدر تستمر في التضخم إلى ما لا نهاية؟ هنا لأن كمية البلد سبلاي واصلة عضلة القلب مش هتتغير، صح العضلة زاد ثيكنس متاحة، لكن كمية البلد اللي يغذي فيها هي هي. فهنا نتيجة الليميتيشن، لأن كمية الدم اللي واصلة للقلب محدودة، فهنا القلب مش هيقدر يزيد أو مش هيقدر يتخطى الليميتيشن هذينا. لو تخطاها وزاد واجد هيبدأ يصير فيه انفاركشن أو موت في عضلة القلب. فهنا الهايباتروفي يعتبر محدود. ليش؟ لأن البلد سبلاي ليميتد، لأن البلد اللي واصل للأورجان المعين اللي صار فيه تضخم هذا محدود.
فلو استمر التضخم هيصير في اسكيميا، هينقص الـ ATP production، لأن أو الأورغان أو العضلة هذه قاعدة تتضخم لكن الأكسجين معشك فيها، الـ blood supply اللي يوصل في الأكسجين غير كافي، فهيصير فيها حاجة اسمها اسكيميا. قلنا الاسكيميا نقص الأكسجين اللي واصل للأورغان، نقص في الـ ATP production، لأن الأكسجين phosphorylation يحتاج أو الـ ATP production يحتاج الأكسجين phosphorylation، يعني يبي أكسجين باش نصنعه ATP. ونقص البروتين سينثيسس، لان البروتين سينثيسس اوصو بحاجه الاي تي بي باش نصنعوا اي شيء او نبنوا اي شيء، نبو مصدر للطاقه، فنحن نبو اكسجين، نبو اي تي بي، ونبو بالاي تي بي هذا نصنعوا البروتينز. فلو الهايبرتروفي استمر فهذا يعني في حدوث اسكيميا، نقص في الاي تي بي برودكشن، نقص في البروتين سينثيسس. الهايبرتروفي والهايبرتروفي هنحكوا تو عن الهايبربليزيا. قلنا هايبر تعني زيادة وبليزيا تعني نمبر أو growth. فهنا عندنا زيادة في عدد الخلايا بسبب proliferation of the cell، يعني هنا عندنا خلايا اسمها stem cells. الستيم cells هذين يبدأ يصير فيهن proliferation، يبدأ ينقسمن ويعطينا new cells. قبل ما نبدأ نحكو عن الهايبربليزيا ضروري نعرفو شن أنواع الخلايا، لأن مش كل الخلايا يقدرن ينقسمن، فهنقسمو في الخلايا إلى ثلاث أنواع: لابايل سيل واللي هن ينقسمن باستمرار، ستيبل سيل وهنا خلايا ينقسمن وقت الحاجة فقط. على سبيل المثال الليفر، لو شخص شلوله أو داروا ريموف البارت من الليفر، وقتها يطلع الليفر أو يطلع عن الهيباتوسايت من الجي زيرو اللي هي ستيبل، أو إن الخلية هنا مش قاعدة تنقسم، وتبدأ في الجي وان وتبدأ في الانقسام، يعني تبدأ في ميتوسيس. فهذين ستيبل سيل، يعني ينقسمن وقت الحاجة. أما آخر نوع من الخلايا هو البيرمننت سيل، وهذين خلايا ثبتت وما ينقسمانش بعد الولادة، لهن شنو؟ النيورونز، سكيليتال مصل، والكاردياك مايوسايت. كيف ما حكينا بدري هذين أنواع الخلايا اللي يعتبران بيرمننت. فعندنا اللابايل سيل هنا ينقسمن باستمرار، على سبيل المثال خلايا البون مارو، خلايا الانتستن، خلايا الاندومتريوم في اليوترس يصير لهن شيدنج باستمرار مانثلي، يصنعن من جديد. بالنسبة للستيبل سيلز عندنا المثال كيف الكيدني، الليفر سيلز أو الهيباتوسايت، البيرمننت سيل، النيرونز، سكيليتال مصل، والكاردياك مايوسايت. برضو الهايبربليزيا في تو تايب، عندنا يا فسيولوجيكال يا باثولوجيكال. والفسيولوجيكال مثال سهل والبسيط اللي هو اليوترس، قلنا نتيجة البريجنانسي نتيجة زيادة الهرمونز لايك الاستروجين هيصير في زيادة في عدد سموث مصل سيلز اللي موجودات في المايومتريوم في اليوترس. ثاني مثال مهم جدا على الهايبربليزيا هو الهايبربليزيا نتيجة اللي تصير نتيجة كومبنسيشن أو باش تعوض فقد، فهذه تصير في ستيبل سيلز كيف الكيدني وكيف الليفر. تخيلوا انه شخص كان عنده مثلا مرض او سيست او شيء في الليفر، شلوا له جزء من الليفر متاعه، لما داروا ريموفال للجزء هذا، الجزء المتبقي هيطلع من الستيبل او ستيبل ستيت متاعه، هيطلع من الجي زيرو وهيبدا ينقسم. فالانقسام هنا يعني هايبربليزيا، لانه يبي يزيد عدد الخلايا باش يعوض، وهذا معنى كومبنساتوري، باش يعوض الفقد اللي صار هيبدا ينقسم. هذه تصير في حاله الليفر. اولسو تخيلوا شخص صار عنده مشكله في وان كيدني وشالوها له وقعد عايش بوان كيدني، فالكيدني اللي قاعده هذه هتبدا تشتغل على الجسم بالكامل او تصفي في الدم بالجسم بالكامل باش تكون يورين، فالكيدني هذه عليها لود عالي، فتبدا تزيد في عدد التبيوز اللي دخلها، فهنا هيصير فيها تضخم او هايبربليزيا نتيجه الجهد او نتيجه الكومبنسيشن، لانها بتعوض الفقد اللي صار، لان فقدنا وان كيدني فالشغل كله هنا يتم في كيدني وحده، فهيصير فيها هايبربليزيا. بخصوص الباثولوجيكال هايبربليزيا عندنا بعض الأمثلة المهمة جدا واللي هنحكو عليهن بالتفصيل. أول شيء عندنا ديزيز اسمه غريفز ديزيز. غريفز ديزيز يعتبر أوتو إميون ديزيز. وش معنى أوتو إميون ديزيز؟ أوتو يعني ذاتي، إميون يعني المناعة هنا تهاجم في الشخص هذا، يعني مناعتك قاعدة تهاجم في أعضائك، والمفترض إن المناعة تهاجم أي شيء غريب، فهنا المناعة هتكون أوتو أنتيبادي. الأنتيبادي هذين هيبدأ يرتبطن بريسبتور، الريسبتور هذا اسمه ثيرويد ستيمولاتينج هورمون ريسبتور، هو ريسبتور طبيعي موجود في الثيرويد جلاند، المفترض
فالأوتو أنتي بادي هنا هيبدأ يرتبطن بالثيرويد ستيمولاتينج هرمون ريسبتور، هيدير نفس شغل الثيرويد ستيمولاتينج هرمون، هيبدأ يحفزن الثيرويد جلاند، وهنا هيبدأ يزيد عدد الخلايا، هيصير في فولوكيلار هايبربليزي. هنا في حاجة داخل الهايبرتروفي، قصدي سوري، داخل الثيرويد جلاند اسمها الفوليكل، فوليكل. فهنا عدد الخلايا داخل الفوليكل هيزيدا، وهذه هي الفوليكولار هايبربليزيا، أو اللي تصير في حالة الجريفز ديزيز، الجريفز ديزيز. فهذا أول مثال باثولوجيكال عن طريق أوتو أنتيبادي صار في هايبربليزيا. ثاني مثال عندنا هو اليوترس. قلنا اليوترس لما يزيدنا الهورمونز هيصير في حاجتين، هيصير في هايبربليزيا وهايبرتروفي. حكينا على الهايبرتروفي، هو زيادة في حجم الخلية. هنا هيصير في هايبربليزيا، هيصير في انقسام في سموث مسل سيلز، وهنا هيدير حاجة ممكن اسمها أو ديزيز اسمها لايو مايوما. لايو هي سفكس يشير للسموث مسل سيل، مايو مسل تعني لايو اللي هي سموث، لايو مايوما اللي هي ماس تكون أو تركب من سموث مسل سيلز. هذا هنحكو عليه بالتفصيل في كورس الفيميل اللي هو اللايو مايوما. ثاني شيء ممكن يصير بسبب زيادة الهورمونز إن الإندومتريوم، لأن اليوترس هنا ضروري نعرفوا اللايرز متاعاته، عندنا إندومتريوم اللي هي الطبقة اللي تبطن اليوترس اسمها إندومتريوم، وعندنا هنا طبقة عضلات اسمها مايومتريوم. فالإندومتريوم أورسو هو اللي يحتوي على الجلاند. فالإندومتريوم بعد يزيد الأستروجين هيزيد الثكنس متاعه، وهنا نقول عليها إندومتريال هايبربليزيا، إندومتريال هايبربليزيا. معناها هنا الجلاند اللي بطنن في الإندومتريوم زاد النمبر متاعها، زاد عدد الجلاند، هذا اسمها إندومتريال هايبربليزيا. وفي منها تو تايب، تيبيكال وآتيبيكال. تفاصيل هذين بالضبط هنحكو عليهم في كورس الفيميل، فقط هنا تعرفوا أن مثال على الهايبربليزيا هو الإندومتريال هايبربليزيا أو الباثولوجيكال إندومتريال هايبربليزيا اللي تصير في اليوترس في حالة وجود مصدر كيف الأوفاريان تيومر يطلع في أستروجين فيؤدي إلى الإندومتريال هايبربليزيا. وكيف ما حكينا قلنا الهايبربليزيا تعتبر واحد من البريكيرسر أو البري مالجنانت ليجن، فهنا ممكن تتطور الإندومتريال هايبربليزيا وتعطينا إندومتريال كارسينوما. Another example على الهايبربليزيا عندنا هو الهايبربليزيا اللي تصير في السكن، أو نقول عليها الوارت، هي ثلالات بالعربي. الوارت هن عبارة عن نمو صار في السكويما السل، يعطينا شكل كيف البابلومة، يعني في بروز قاعد على السكن اسمه وارت. هنا يصير عن طريق هيومن بابلومة فيروس، مش قلنا هي بابلي أو بابلومة طلع السكن، فالفيروس اسمه هيومن بابلومة فيروس. الفيروس هذا يصيب سكويما السل، فهنا عندنا سكويما السل نورمال سكويما السل يصير فيهن الفيروس هذا أو يجيهن الفيروس هذا، فيبدأ السكويما السل خاصة البيزال لاير هيبدأ يصير فيهن بروليفريشن، فبعد يصير فيهن بروليفريشن هيتكون عندنا الوارت. فهذا مثال على الباثولوجيكال، لأن هنا عندنا انفكشن بهيومن بابلوما فيروس أدت إلى تكاثر في السكويما السل، يعني السكويما السل صار فيهن هايبربليزيا، سكويما السل هايبربليزيا، فتكون عندي الوارت. آخر مثال عندنا عن الباثولوجيكال هايبربليزيا هو البيناين بروستاتيك هايبربليزيا. بروستاتيك لأن يصير في البروستات جلاند، بيناين لأن never turn to the malignant، okay؟ لأن قلنا الهايبربليزيا تعتبر pre malignant. الإكسبشن الوحيد عندنا والاستحالة يتحول إلى malignant lesion هو البيناين بروستاتيك هايبربليزيا. شن صار أو شن الحاجات اللي صارن في البيناين بروستاتيك هايبربليزيا؟ عندنا male old age male، الأولد إيج ميل هيكون عندهم زيادة أو تغير في الهرمونز، فيصير عندهم نقص في التستوستيرون، هيصير عندهم زيادة في الأستروجين. عندهم جزء من البروستيت خاصة السنترال بارت أو البارت المحيط باليوريثرا، فهنا عندنا البروستيت، ونتخيلوا هنا اليوريثرا وهنا البروستيت.
البارت هذا المحيط باليوريثرا يبدأ يصير فيه هايبربليزيا، هيزيد عدد الجلاند أو تضخم الجزء المحيط باليوريثرا، فهذا نقوله عليه البيناين بروستاتيك هايبربليزيا. فهنا كيف ما حكينا الهايبربليزيا عندنا فسيولوجيكال وباثولوجيكال. الباثولوجيكال كيف الجريفز ديزيز، الاندوميتريال هايبربليزيا، الهيومن بابلوما فيروس وارت، والبيناين بروستاتيك هايبربليزيا. نحكي توا عن الميتابليزيا. قلنا كلمة ميتا تعني ترانسفورميشن، تغير أو تشينج من تايب لتايب. الميتابليزيا قلنا تصير في عندنا تو تايب، منها ايبيثيليال وميزنكايمال، وما فيش نوع من الميتابليزيا يعتبر فيسيولوجيكال، فهنا هنحكو على باثولوجيكال أو باثولوجيكال تشينج. فهنا الميتابليزيا هو ترانسفورميشن اوف وان تيشو تايب تو انذر تايب. شنو هن اسباب الميتابليزيا؟ إذا كان ستريس هنا باثولوجيكال كيف الكرونيك انفلاميشن، وهنحكو في كورس الانفلاميشن عن الكرونيك انفلاميشن. إذا كان في كرونيك انفلاميشن أو كرونيك اريتيشن، شنو المثال على كرونيك اريتيشن؟ تخيلوا هنا عندنا الجال بلادر. الجال بلادر إذا كان فيها ستون هنا أو مجموعة من ستونز هيدير ان اريتيشن في الوول متاع الجال بلادر، فهذا مثال على الكرونيك اريتيشن. أوصل المثال الآخر السموكينج، التدخين في بعض المواد الضارة ومن ويكون حاجة اسمها فري راديكال. فري راديكال هذين هيديرن اريتيشن في الإبيثيليوم، وهنا يتغير نوعها وهنحكو عليه بالتفصيل. Also من أسباب الميتابليزيا نقص الفيتامين A. فيتامين A deficiency هي يؤدي إلى كيراتينيزيشن، معناها تكون أو تحول الإبيثيليوم إلى كيراتينيزد سكويموس إبيثيليوم. هذه تصير في الكونجكتايفا في الآي، عندنا الكونجكتايفا تحت الآي ليد في حاجة اسمها كونجكتايفا، طبقة من طبقات العين اسمها الكونجكتايفا، فهنا هي تقعد ثيك وتقعد مش شفافة نتيجة الكيراتينيزيشن لسبب نقص فيتامين A. Also الرينا البلفس، رينا البلفس نورمالي في ترانزيشنال ابيثيليوم، هنا الكدني وهنا نهاية الكدني في حاجة اسمها رينا البلفس، وبعدها يبدأ اليوريتر. فالرينا البلفس هنا هيبدأ يتغير ويصير فيه كيراتينيزيشن للابيثيليوم الموجودة فيه، وهذا هيزيد ريسك تكون ستون، لأن شيء مش طبيعي هيبدأ يترسب فوقه هنا الأملاح وتكون ستون. وهذا الرينا البلفس ستون واحد من أسباب متاحن هنا فيتامين A deficiency. فهنا قلنا عندنا تو تايب من الميتابليزيا، إبيثيليال ميتابليزيا وميزنكايمال ميتابليزيا. بالنسبة للإبيثيليال ميتابليزيا فهنا تغير من وان إبيثيليوم تو أنذر، فعلى سبيل المثال تغير من كولومينار إبيثيليوم إلى سكويموس إبيثيليوم، أو العكس تغير من سكويموس إبيثيليوم إلى كولومينار إبيثيليوم. فالشيء اللي تغير له أو الشيء الجديد هو اللي نسمه به. فهنا مثلا تغيرت الإبيثيليوم من كولومينار إلى سكويمس، فوقتها الميتابليزيا هنا نقول عليها السكويمس ميتابليزيا، لأن الناتج الجديد هو اللي نتج من تغير، تمام؟ فهنا مش هنسموه كولومينار ميتابليزيا بل سكويمس ميتابليزيا، لأن نحن عندنا المحصلة أو الشيء الجديد هو السكويمس إبيثيليا. والعكس لو صار تغير من السكويمس إلى الكولومينار فوقتها نقول عليها كولومينار ميتابليزيا. فالسكويموس ميتابليزيا يعني عندنا توا سكويموس إبيثيليوم. سكويموس إبيثيليوم هذه جت نتيجة تغير على سبيل المثال في اللنج، هنا عندنا البرونكاس، البرونكاس فيها إبيثيليوم اسمها سيدو ستراتيفايد كولومينار إبيثيليوم. فالكولومينار إبيثيليوم لو تغيرت السكويموس إبيثيليوم نقول عليها سكويموس ميتابليزيا. شنو اللي يؤدي إلى إريتيشن وتغير سيدو ستراتيفايد كولومينار إبيثيليوم؟ اللي هو واحد من حاجات اللي قلنا عليه من بدري، الكرونيك إريتيشن نتيجة السموكينج، يعني المدخنين هتغير البرونكاس لايننج أو البرونكاي لايننج من سيدو ستراتيفايد كولومينار السكويموس، لأن السكويموس تقدر تتعامل مع ستريس، هذا تقدر تتعامل مع السموكينج، مقاومة الستريس اللي تسبب فيه السموكينج. فهنا الكولومينار أو السكويموس إبيثيليوم more able to resist السموكينج. لكن هنا الميتابليزيا عرفنا إنه بريمالجنت، فوجود سكويموس إبيثيليوم هيزيد ريسك السكويموس سيل كارسينوما، لأن قلنا أي
لأن قلنا إن الكانسر يطلع من الإبيثيليا التشيو ونقوله عليه كارسينوما، فهنا السكويما السل لما يطلع منهن كانسر نقول عليه سكويما السل كارسينوما، لأن هنلقوا فيه سكويما السل ولأن طالع من إبيثيليا التشيو هنسموه كارسينوما. ثاني مثال عندنا على الإبيثيليا الميتابليزيا هو الكلومينار ميتابليزيا، وهنا من الاسم إن الإبيثيليا مقعدة كلومينار، يعني الشيء الجديد أو الإبيثيليا الجديدة هي كلومينار إبيثيليا. المثال هذا يصير أو الكلومينار ميتابليزيا يصير في الإسوفيغاس. عندنا نورمالي الإسوفيغاس يمر فيها الفود بش يوصل للستومك، وهنا عندنا لور إسوفيجية الإسفنكتر. سفنكتر هذا مفروض يكون مسكر كويس، مفروض الأسيد أو HCL موجود في الستومك فقط، لكن في حالة إذا كان سفنكتر هذا فيه مشكلة والأسيد قاعد يرد على الإسوفيغاس، وقتها السكويموس إبيثيليوم الموجودة في الإسوفيغاس هتتغير إلى انتستينال كلومينار إبيثيليوم، فهنا هتتحول من سكويموس إبيثيليوم ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم إلى انتستينال كولومينار إبيثيليوم. ليش قلنا انتستينال؟ لأنها تشبه الكولومينار إبيثيليوم موجودة في الانتستين، فهنلقوا فيها جلاند وهنلقوا فيها ميوسين سيلز. الانتستينال كولومينار إبيثيليوم مور ايبل تو ريزيست الأسيد، يعني أكثر عندها قدرة أكبر على مقاومة الأسيد اللي هو الـ HCL، لكن هنا هتحمل برضو ريسك انها يزيد ريسك الادينو كارسينوما. في حاجة مهمة جدا، كلمة ادينو تعني جلاند، وكارسينوما قلنا هو اي كانسر يطلع من ابيثيليوم تيشيو، فهنا لان الانتستينال كلومينار ابيثيليوم فيها جلاند فلما يطلع منها كانسر هنقوله عليه ادينو، ادينو تعني جلاند. الديزيز اللي يصير فيه ريفلكس او ان الاسيد يطلع من ستومك للاسوفيجس اسمه جيرد، اللي هو جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. النوع الثاني من الميتابليزيا هو اللي يصير في الميزنكايمال تيشيو، فهنا الميزنكايمال تيشيو هيتغير من نوع الى نوع اخر برضو ميزنكايمال. فعلى سبيل المثال الفايبروبلاست، الفايبروبلاست هنا تصنع في الكولاجين او تصنع في الفايبروس تيشيو، فلما يصير مثلا تغير او مشكلة في المصل نتيجة التروما، نتيجة ميكانيكال تروما هي تعتبر فيزيكال فاكتور، التروما هذه تؤدي الى تغير للفايبروبلاست اللي موجودة بين المصل الى اوستيوبلاست، الاوستيوبلاست تصنع في بون، فهنا المصل كان فيها نورمالي فايبروبلاست تصنع في كونكتيف تيشيو بين المصلز فايبر، فالفايبروبلاست تحولت إلى another type أو تحولت إلى خلية أخرى اسمها الأوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هتصنع بون، فهنا العضلة هيكون فيها بون، هذا نقول عليه مايوسايتس. مايوسايتس لأن المصلز هنا كأنه صار فيهن نتيجة التروما تغير، فنقوله مايو جاية من مصل، فمايوسايتس أوسيفيكان، أوسيفيكان تعني كالسيفيكيشن أو ترسب للكالسيوم، فهذا اللي يصير في حالة تكون البون، فهنا اسم الديزيز هذا أو الميزنكايما الميتابليزيا اسمه مايوسايتس أوسيفيكان. also ممكن الفايبروبلاست تحول إلى كوندروبلاست، وهنا هتصنع الكوندروبلاست تصنع في كارتليج. موضوع عندنا في الادابتيشن هو الديسبليزيا، وديس قلنا معناها باد، بليزيا تعني growth، فهنا عندنا نمو سيء او disorganized growth، او التعريف الاخر هو loss of uniformity، المفترض الخلايا موجودات في شكل متناسق او نفس الشكل، لكن بعد يفقدن uniformity يعني يقدن اشكال متعددة، قلنا اسمها pleomorphism. An architectural orientation of the cell يعني التنظيم البنائي للخلية أو الهندسة بتاع الخلية قعدت مشوهة أو bad، فهنا نقول عليها dysplasia. شنو هن أسباب الدسبليزيا؟ عندنا نفس أسباب الميتابليزيا بالإضافة إلى الكرونيك إنفكشن، فهنا عندنا كرونيك إنفلاميشن، كرونيك إريتيشن، and كرونيك إنفكشن. كيف ما عرفنا إن الميتابليزيا أو الهايبربليزيا ممكن يتغيرن ويعطينا الدسبليزيا بسبب زيادة النمو أو تغير الخلايا من نوع إلى نوع، ممكن يتحولن في النهاية إلى دسبليزيا. كيف ما وضحناها هنا قلنا الهايبربليزيا أو الميتابليزيا ممكن يتحولن إلى دسبليزيا. بعض السايتس اللي ممكن يصير فيهن دسبليزيا اللي هن الكولون، السيرفكس والريسبيراتوري تراكت، وأهم وحدة أو أهم مثال عندنا هو السيرفكس.
شنو عندنا التغيرات اللي يصير في التشيو اللي صاير في ديسبليسيا، او شنو شكل ديسبلاستيك سيلز؟ قلنا الخلايا هيكون عندهن بليومورفزم، يعني متعدده الاشكال كيف ما وضع عندنا هنا. اوسو عندنا النوكلياي هيكون حجمهن كبير، يعني حجم النوكلياس هيزيد. في variation of nuclear shape، يعني عندنا اشكال مختلفه واحجام مختلفه من النوكلياس. also قلنا حجم النوكلياس مقارنه بالسيتوبلازم هيكون عالي، فهنا النوكلياس نتخيلوا هذه خليه النوكلياس هتكون كبيره، كميه السيتوبلازم اقل. also ان هيكون في هاي ميتوتيك فيجر، يعني في زياده في الميتوسيس، في زياده في انقسام الخلايا، لان الخلايا هنا مش طبيعيه، مش هيكون في تحكم في انقسام، وهذا يعطينا ريسك او زياده خطوره تحول الخلايا هذين الى خلايا مالجنانت او يعطينا كانسر. also الميتوسيس هيكون عشوائي، موجود في different layer او abnormal layer. الخلايا هنا هيفقدان البولاريتي، قلنا الخلايا المفترض ان عندهن ادج وعندهن بوردر، والبوردر هذين يعني قاعدات هنا مثلا في البيزل لاير او البيزل بوردر، وعندنا اللاترال بوردر، لكن الخلايا هذه في الديسبلاستيك سيل هيكون عندهن فقدان للبولاريتي، وهذا اللي قلنا عليه لوس اوف اركيتكتشر، يعني هنا البناء او ترتيب الخلايا مش منظم او باد كيف ما قلنا، لأن الديسبليزي هي باد جروث. شيء مهم جدا باش نفرقوا بين البيناين تيومر والمالجنانت تيومر. البيناين تيومر هو التيومر اللي مش هينتشر ومش هيكون فيه ديسبليزيا، هي عبارة عن ماس حميدة مش هتأثر أو مش هتنتشر وتقعد في مكانها، هذا هو البيناين تيومر. فالتغيرات الديسبلاستيك هذين مش هيكون موجودات في البيناين تيومر. also من حاجات المهمة في البيناين تيومر انه مش هيدير invasion، يعني مش هيخترق البيسمنت ممبرين ومش هيصير له انتشار لانذر سايت. نجو توا نحكو عن stages of dysplasia. يعني عندنا هنا normal cells، هنا في البداية بدأ يصير فيه dysplasia في lower one third. lower one third لو كان في ديسبليزيا في الجزء السفلي فقط من الإبيثيليوم هذا نقول عليه ستيج 1. لو الديسبلاستيك تشينج هذين صار في 2 third هنا نقول عليها ستيج 2. لو كان كل الإبيثيليوم صار في ديسبلاستيك سيل هذا نقول عليه ستيج 3. لو بدا الديسبلاستيك سيل يخترقن البيسمنت ممبرين ويخشن داخل التشيو هنا نقولوا عليها invasive كارسينوما. فعندنا 3 stages للديسبليزيا، stage 1-2-3. بعدها تحول، قلنا لان الديسبليزيا بري مالجنانت ليجن هتتحول الى مالجنانت كارسينوما، فهنا عندنا يا ستيج 1 يا 2 يا 3 على حسب عدد الخلايا او الثيكنس نتاعهم. اذا كان 1 ثيرد نقول عليه ستيج 1، اذا كان 2 ثيرد نقول عليه ستيج 2، اذا كان الفول ثيكنس نتاع الابيثيليوم كله ديسبلاستيك سيل نقول عليه ستيج 3. لو بدان يخترقن البيس ممبرين نقول عليها انفيزيف كارسينوما. بعد دير الانفيزيف كارسينوما يصير في اختراق للبيس ممبرين وتخش داخل التشيو، هتبدا الخلايا هذين الديسبلاستيك او المالجنانت سيل يديرن انفيجن للبلاد فيزل او لللمف فيزلز، وميلي عن طريق الليمفاتيك، الكارسينوما ينتشر عن طريق الليمفاتيك فيزلز، فيبدا ينتشر للاذر سايت وينتشر لللمف نود او ينتشر للاذر اورجانز. فهنا الانفيزيف كارسينوما خطوره المالجنت كارسينوما انها ما تقعدش في السايت اللي هي طلعت فيه، انها تنتشر الاذر سايتس. ولان الديسبليزيا هتسبب او تؤدي الى تكون نيو بليزيا، ونيو بليزيا تعني وجود مالجنت كانسر او وجود ماس طالعه ابنورمال ماس، فهنا الديسبليزيا نقولوا عليها عندها انذر نيم نقدر نقول عليها انترا ايبيثيليال نيو بليزيا. المقصود انترا ايبيثيليال انها ما اخترقتش البيس ممبرين، يعني الديسبلاستيك سيل او نيو بلاستيك سيل موجودات داخل الايبيثيليوم ما اخترقنش البيس ممبرين. الانفيزيف كارسينوما عندها انذر نيم اللي هو كيف ما حكينا نقولوا عليه مالجنانت تيومر او نيو بليزيا. والستيج 3 في الديسبليزيا، ستيج 3 عندها another name also اسمها كارسينوما in situ، يعني كارسينوما موجودة في مكانها ما اخترقتش البيس ممبرين، لأن كل الخلايا هنا ديسبلاستيك نقول عليها كارسينوما in situ، وهذه أخطر وحدة من أخطر من ستيج 1 وأخطر من ستيج 2، لأن بمجرد ما تخترق البيس ممبرين تحول إلى invasive كارسينوما.
كيف ما حكينا في بداية المحاضرة إن المالجنت إبيثيليال تيومر أو الكارسينوما، لأن الكارسينوما قلنا هن مالجنت تيومر يطلعن من إبيثيليوم تشيو أكثر شيوعا من المالجنت ميزينكايمال تيومر، لأن أغلب الديسبليزيا تصير في الإبيثيليوم كيف ما سميناها إنترا إبيثيليال نيوبليزيا، فالكارسينوما أكثر شيوعا أو أكثر من الساركوما. بالنسبة لأول محاضرة أكيد كان في مصطلحات واجد جديدة عليكم، فشوية بشوية ومع التقدم في المنهج هيجد كل شيء واضح، والأمثلة هيبدأ يتوضح سواء في السيستمك أو سواء في كورس النيوبليزيا، هيجدن كل الأفكار معاودة وهيتكرر واجد معنا. اللي عنده أي سؤال يسألني في حسابي على التالي، هيلقى النيم متاعه موجود في الصفحة متاعنا.